أنا خلتني بالتراب. ثلاث صواريخ. تفويت السيارة صايرة بمية دولار. سبحانك يا رب، يشوف عظمة الخالق من الحجار يطلع اللحم اللي تاكلوه. ما حد يهتم بالحرب. قورمة حجم كف الإيد. هذا الصنوبر نقدر نخ. صباح الخير المتابعين، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. طبعاً اليوم كانت لي نية كلش حلوة، مثل ما شفتوا بالفيديو السابق كنا إحنا نطبخ بهاي الشولة التبسي مالتنا، إنه الطباخ مالتنا خرب، وعلى طول أنا طبخت طباخ جديد، لكن الحل اليوم إنه كهرباء ماكو، كهرباء طفت، والأكثر من هذا ماي ماكو. راح تقول اكيد ليش بتعليقات يا ادم لا كهرباء ولا ماي. يا حبيبي ضربوا محطات الطاقه مو بس يمنا هنا بوجيسه، حتى بيبان فرانكيز. لذلك احنا انقطعنا عليكم ننزلكم فيديوهات بشكل مستمر، لانه لا ماي ولا كهرباء وحايشين بالحصار. والاكثر من هذا تعالوا شوفوا، تشوفوا لي هذا الوجه، تشوفون هاي البق، باع البق اللي صاير يا جماعه. رجعونا لايام الحصار ب 2003، جسمنا ملبق. لا نشغل المولده، يجون الجيران علينا، انتم ايش عندكم مشغلين المولده هنا؟ نطلع صوت وتزعجونه وما نقدر ننام. يعني لا نقدر نشغل المولده، لا نقدر ناكل، لا نقدر نشرب. اجى ادم قرر راح نروح اليوم للبحر وراح نشوفكم العالم شلون عايشه بظل الحرب. هم راح نروح نسبح بالبحر، وبنفس الوقت راح اشوفكم العالم شلون عايشه بالحرب. هل هي مهتمه بكل هذول السوالف اللي حكيتها لكم اني؟ هل هي مهتمه بطفيه الكهرباء؟ مهتمه بقطعه الماي؟ مهتمه بالصواريخ؟ لو عايشين ومرتاحين؟ كل هذا اليوم راح نشوفوه ببلوجنا. يلا ديفيد تعال. ديفيد يلا خلينا نروح نجيب الطباخ الجديد مالتنا. كهرباء ماكو. شوفوا لي هاي الحديقة شلون حلوة. هاي طبعا ب 2019 من اخذت الشقة هذه، كانت هذه الحديقة كلها مو موجودة، الاشجار كلها مو موجودة، وكل الناس اللي عايشة بهذا المجمع درعنا كل هذه الاشجار اللي موجودة بيدنا اني وانستاسيا واهل البيت. هذه الشجرة اسمها شجرة الصنوبر، هذه دائما مشهورة في دول اوروبا الشرقية واوروبا الغربية. اللي موجود بيها هذا الصنوبر، نقدر نخليه بالمربى او بالعسل، يكون افضل علاج لامراض الربو وامراض الجهاز التنفسي، يستعملوه من الاف السنين. فانصحكم اي واحد عنده ربو او امراض الجهاز التنفسي او التهابات يستعمل هذا الصنوبر. الطباخ ورايا صعد الطابق الخامس، بس عرفون شغلة؟ الشقة مالتي اللي فوق اني وزوجتي وابوها بنينا الشقة من الصفر لحد اخر كاشية خليناها، كلهم صورتها عليكم على اليوتيوب. تعرفون شنو معنى هذا الحكي؟ يعني الكاشي والاسمنت والحمام والدوش والقنفات كله نصعد وننزل، نصعد وننزل، ومنو؟ البنية تساعد الرجال، دائما تكون النسوان تساعد الزلم، مو بس الزلم، مو حد يشتغلون هنا بغرفة. وهذا الشيء يميز المرأة الأوروبية عادة، إنه تحب تشتغل. مع احتراماتي للمرأة العراقية، المرأة العراقية دائما نزل مخليها بالبيت معززة مكرمة، لكن تخيلوا أنا وزوجتي شلنا كاشية كاشية، اسمنت اسمنت، وصعدناه بنفسنا وبنينا شقتنا من غير لا عمالة ولا بطيخ، إحنا العمالة، إحنا بيدنا نصنع كل شيء، لأن إحنا زلمة. هذا مثل ما تشوفون جوا البيت، هذا القبو. من تصير الغارات او من يصير قصف، كل العالم تنزل بالقبو جوا البيت. هاي هنا لا تذكرون صار قصف بمدينه وديسة، جانا مصطفى هنا من البلقاع. الحمد لله ان شاء الله بلكت فتره وتعدي ونخلص من الحرب، وكلكم نشوفكم خير وسلامه في اوكرانيا. طبعا اكيد اقدر اشيلها وحدي،
بس حبيت اشوفكم المرأة الأوكرانية شلون تساعد رجلها بكل الأوقات. جابني للضيم كنت مدليلة، كنت اسبح بحمام هسه بمحقن، جابني للضيم كنت مدليلة. طبعا هذه فولت هسه غاز. تفويت السيارة صايرة ب 100 دولار يا حبيبي. بيجي قاعدنا دوبن حتى ناكل اكل زيادة وبعد نفوت الطباخ. وين الطباخ؟ الطباخ وغازي. المكرونة صارت جاهزة، راح ناكل وبعدين نروح نذبح. طيبة؟ يلا. وصلنا الآن إلى الفيلاج اللي اسمه زلوطة بيرة، يعني البوابة الذهبية. هذا الفيلاج دائما وقع فيه من بداية الحرب ليه هسه ثلاث صواريخ، لكن مثل ما تشوفون العالم كلهم موجودين الآن على البحر. والحياة عادية. وطبعا هاي المحلات اللي خاليها هنا كل المحلات تبيع السمك هذا الصغار الحميسة اللي نسميه احنا بالعراقي، تبيع المشروبات الكحولية، وبنفس الوقت يبيعون الشغلات اللي تخص البحر السباحة، يعني من الشواب والشقات المناظرات. فخلونا ناخذكم للبحر وشوفكم العالم اللي موجودين الآن أثناء وضع الحرب في أوكرانيا. يا ديفيد روك تعال. طبعا الشاورما من الاكلات اللي موجوده بكل مكان بالعالم، لكن باوكرانيا خصوصا في مدينه اوديسا الشاورما عندهم غير. تخيلوا شاورما بحجم كف اليد هالقد تتوقعون، وكل هذا ايش سعره؟ 3 دولار بس. مثل ما تشوفون هنا الناس واقفين ترى على محلات الشاورما، واكيد راح يكتبوا لي بالتعليقات ادم خلوا الباص مالتكم عند البحر. طبعا بكل دول العالم اي شخص عنده موهبه غناء او موهبه عزف ويجون الناس يساعدوهم يخلونهم فلوس دعم مشاريعهم هذه. تشوفون كميه العالم اللي موجودين على البحر ولا كانه حرب موجوده، لكن نفس الوقت مانعين الناس تنزل على البحر على مود موجوده الغام او بقايا مع الصواريخ، بس العالم ضرب الموضوع شلاق. المهم يعيشون حياتهم ويعيشون يومهم، والحرب الاعلاميه يبقوها فقط لأهل الحروب. طبعا هسه لازم ندور لنا مكان حلو تكون الاطلالة حلوة وقريبة على المي حتى نسبح. Выходи только аккуратно. На подстилку не наступи. Вот сюда пройди. Да, вот это все. А? مثل ما شفتوا لقيت احلى مكان موجود قريب على البحر. على طول هسه راح نصب العده مالتنا،
راح نخلي الادوات في الخاشه وراح ننزل المويه انا ذيبولي. يا ذيب البومبه جاهز؟ يلا تعال الناس الموديسة مطلع على البحر الأسود كلهم يعرفون السباحة، يعني كلهم كوسجية بين قوسين، شباب بنات أطفال صغار، فلازم دايماً من هسه عنا السباحة حتى شنو يكون كوسج أصلاً. يلا تغيب نروح البحر، تعال تعال وين أنا راح اسوي حفره ديفيد حتى ينام بالرمل ويدفى لانه الجو بارد. تعال ديفيد بابا. حفره ثانيه حتى اخلي ناسي بالداخل ووراها انا راح اجي. هاي طبعا الفائده انه اول شيء الرمل هذا يقشر الجسم. شوفوا تقشير يحضر الجسم. والشغله الثانيه انه الرمل يمتص كل الطاقة السلبية اللي موجودة بداخل جسمكم. حلو؟ موجودة حتى مراكز المساج عندنا بالعراق ويخلون الناس داخل رمل حتى يكشرونهم. دفنتهم بالتراب وراح اروح شيل عبود. انا خلتني بالتراب، هذا كليته دا افرغ الطاقة السلبية. سوي دوم بالبغضة. سوي دوم بالضبط. سوي دوم. نسوي دوم بالكتاب. ما تبلط؟ أنا هسه بعد ما خلصت من الرمل راح أروح أنزل بالمي وأخلص من التبخير الطبيعي. الرمل كله طب بالحل. تعال تنزل. سبحانك يا رب، شوف عظمة الخالق من الحجار يطلع اللحم اللي تاكلوه. من حجر لحم موجود. Mama!